بعد المتابعين، انا ما علمتك الصدق لاني انا امون عليك. نعم ولكن انت اسلم تدري انك اخوي الكبير، اسلم. اغلب الامور في فندر الصدق، يعني انا يمكن ما قد سمعت الكلام ذا، اغلب امور البراند انت مستلمها انت وسالم، ولكن في خطوط حمراء انت ما تتجاوزها، يعني انت اخوي لكن في الشغل انا ما اعرف احد. انا باستطاعتي الان ارفع عليك قضيه اسحبك باذنيك، يعني ما ابد تضحك ابد ابد. تمون لو سمحت، لو سمحت لازم انك ما تقاطعني. تمون 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 يا ابو محمد، الله يطول عمرك. انت فلوسي انا ما اعرف امي وابوي، الفلوس فلوس، انت باي حق يعني تكتب مؤتمر فيندر؟ لاننا ناويين نحشرك طال عمرك. لا انا ودي يعني باي حق بصفتك من يعني؟ بصفتي اخو المالك طال عمرك. اخو المالك يعني ايه يعني خليني اسال المستشار دقيقه وارجع لك، خليك معي. كدينا اخي المستشار الواوي كدينا. ابي التبرير حلو جولد بس شو اسمها لفاتيها سويت. طيب صلوا على النبي. طيب اكتبوا اسئلتكم بخصوص شو اسمه بصفتهم من يعني، انا ودي اعرف يعني. حنا بصفتنا الجمهور الله يوفق خليك لنا الجمهور بس انا بصفتكم من يعني تسالوني؟ بصفتنا اخو المالك طال عمرك. ايه انا انتم اخواني صحيح، ولكن خليني اسال المستشار بعد اذنك. كيف اسالون ولا اي؟ تفضل تفضل. لا والله إيه. وش قال وش قال هو؟ يقول يبون الجمهور. طيب. يسال ايه يوم يسال وش يسال ليه ليه هو سؤال إيه؟ بصفتكم طيب. من حنا معذرينك طال عمرك عشان الابره طال عمرك ولا داري. خليني اسال المستشار الله يحييك. خليهم يسالون ولا لا؟ لا إيه انت بصفتك من تردهم يعني؟ دام ما قال لا قال لا يعني في مجال نسأل. لو سمحت دقيقة بس، أنت بصفتك من يعني؟ أنا المستشار حق مدير الشركة. أنت مستشار يعني؟ ما أنت بأخو المستشار؟ لا أنا لو قلت أخوه كان ما يدخل بعد الموضوع. صح صح. أبو محمد أول شيء حنا نعرف، أنا يعني أنا شاهد الكواليس وعارف أنك أنت من أول يوم أعلنت مشاركتك في المعرض، وكان شغلك الشاغل اللي هو المنتجات الجديدة. نعم. طيب نعم. أنا أول شيء أشكر فيك أنك اهتميت بالمعرض ونزلت منتجات خاصة بالمعرض. الآن السؤال اللي الجميع تقريبا متفق عليه، هل المنتجات اللي بتنزل في المعرض في مجال تنزل في المتجر يعني بعد المعرض؟ والله شوف، بعيدا عن الضحك والطقطقة، أحييك أبو محمد وأحيي إخواني المستمعين. في مجلس ما فيه نفس، في سبيس ما فيه نفس ثقيلة. أحيي أيضا فندر للعطور. أتمنى أستاذ فلاح أنك تعطيه الشريك ويجي جنبي، خاف عليه. أبشر بسعادك أبشر بسعادك. عطى عطى. تعال أحيي أيضا. تعال تعال والله يحييك الصديق والنديم والعزيز خالي عايض الأكلوبي، سعيد جدا بتواجده. بيشة راح تنور يوم الأربعاء بكل حب وامتنان ولطافة، سعيدين جدا. نواف شيك الله يلعنك، روعتني أنا في سبيس. نواف الأكلوبي سعيد جدا. سبيس أيضا، سبيس صلاح أخوي. حلو 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 حلو. اشكرك لما كبدك كبد بيك مايك من عيوني، تشرفنا يا ابو محمد يا مرحبا مني. ف احييكم جميعا والله. يشوف يا ابو محمد، انا رجل صريح و يعني كلامي هذا محسوب علي. المنتجات الجديده لو ما نجحت ما راح تدخل لا وش اسمه المتجر. نعم. حلو. طيب تبي رأي، أنا واثق فيك وأدري إن ذوقك صعب مرة وأدري إنك ما تقبل بأي شيء، فمبدئيا أتوقع أنه ممكن تنزل بوجهة نظر بإذن يعني ما هو بإذن الله أنها بتنجح بإذن الله. حنا نرجي ما عند الله سبحانه، حنا كل رجانا وأمانينا معلقة لله سبحانه. اي والله نسأل الله في هذه الساعة ان الله يوفقنا ويوفقكم. احنا مشاركين في المعرض، مشاركتنا حبية
مشاركتنا ما جينا والله هلا ندور الرزق وندور الخير وندور الدراهم. وش جاب لي المعرض؟ ما جاب لي المعرض الا ادور الدراهم وادور الخير والله بيرزقني. انا واثق ثقه عمياء فالله سبحانه رزقي عند الله اللي علي. اجتهدت المتجر وشرينا متجر التصنيع وصنعنا كميات منتجات جديده، سوينا منتجات بوث وفصلنا بوث مشاركه في معرض وشاركنا كل الطرق سويناها. هذا الرزق عند الله سبحانه. اعلانات ما اعلانات لاني مسوي لا اعلانات ولدي ولدي كان مشهور اللي عند المسلمين ذا عندي السناب عندي كاميرا والتويتر عندي حساب ما خلينا مكان. الرزق عند الله سبحانه مجتهدين والله العظيم يا ريجين واللي جمعنا دون ميعاد والله والله على ما أقول شهيد. إن تعرفون اللي البساط الأحمدي في ذا المشروع حتى ما معي شريك والله العظيم من الناس اللي حاربني على أني أدخل شريك أخوي ذا علي القروشي يا بي ما دخل شريك عشان يمسكه أنت ما أنت فاضي ما أدري ويش دخل الشركة الفلانية. أنا ما حطيت شريك لجل أتحكم في المتجر عرفته المتجر اللي ماشي بحبه بلطافة أمس أمس واليوم فيه ركود في المتجر ما يعلم بلفاطر. الأسبوع اللي راح كله راكد عاي شفتني صورت سناب ادعت سويت إعلانات كلمت ناس يمكن فيه ناس يقوم بهاج هذا خطأ بس تبقى وجهة نظر أنا أحترمها وجهة نظر كان أحترم لكن المعرض المتجر لي أتحكم فيه متى ما بي يمشي ما يمشي رزقه معه اللي علينا ما خلينا قاصر. شوفونا في المعرض الله انت واجهنا وياكم الصورة يجيني واحد يقول صور معي قل ميدي فلانة قل فلانة قل مدري مان هذه بعطر بعشر ريال بعطر وفوقها عشر ريال حق المصور. نعم طيب أبو محمد أنا عارف أنك أنت دقيق جدا على الأسعار حتى على مستوى الإعلانات. يعني أنا عارف أنك أنت ما تعلن العطور مثلا سعرها غالي أنا عارف الشيء ذا. هل أبو محمد بيكون للمعرض أسعار خاصة غير المتجر؟ إيه نعم نعم يا أبو محمد الأسعار إيه لبا كبدك وكبدأ بيك الأسعار نعم بتختلف. راح أكسر السوق راح أنافس المنافسين تبا للحاقدين والكارهين. أنا كالقيامة ذات يوم آتي فندر آتي وبهاج الأكل بيات الشين كله حوالينا حنا الزين حنا الجمال حنا الرقة حنا الإحساس حنا الأنقياء تبا للكارهين إلى الجحيم يذهبون. أنا الإحساس طيب. أنا الإنسجام أنا قمة الرواقان أنا وعطري حنا أنا أفضل عطر مشى على وجه البصير. أنا أفضل من شارك في معرض العطور. أنا أفضل من شرب راند في الشرق الأوسط. أنا أفضل من شارك في مجمعات العطور من يوم رزت أنا وفندر. تقول من أنت؟ أقول أنا بهاج بن محمد الأكل. الله 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 ونعم ونعم يا أبو محمد. طيب حنا الثقة حنا طيب أنا أعرف ما عليك زو حنا الثقة وأنا الباقي وهم سيرحلون. أنا الجميع متحرك أنا الثابت تبا للكارهين تبا للحقين. سوف في يوم من الأيام عند خشيم الذيب سوف أفتح لي قناة وأحط فيها برامج واقعية لأهالي قرية بيشة وعيال كليب خصيصا. السنوات القادمة سوف أسوي لي معرض عطور ولن أسمح بالمشاركات بخلي فندر الحالة معرض عطور كامل باسم فندر تبا للكاره والحاقدي إلى الجحيم. طيب أبو محمد طيب أنا أعرف نقطة معينة يمكن أنت حريص عليها. طيب هل ممكن في يوم من الأيام يعني خلال أيام المعرض أبو محمد أنا أدري تركيزك كامل على المعرض ولكن أنا أذكر مرة من المرات في جلسة أنا وياك كنا فيها
قلت يا أبو محمد أنا رايح المدينة أبي أفيد واستفيد. أنا أعرف أنك أنت يعني هدفك وتركيزك على أبها وسياحة أبها وزوار أبها وأهل أبها تحديدا. أنا في حاجة إذا تسمح لي أني أنا أسربها ولا ما تسمح لي؟ يعلق تفضل. نعم نعم حقت قصدك تبين أتكلم عنها؟ بكيفك المايك لك. قصدك الأسر المنتجة؟ نعم نعم الأسر المنتجة إعلاناتهم مجانا طوال أيام المعرض. طوال أيام المعرض تمام. احنا خصصنا طبعا للامانه انا هذا الشيء ما كان يحق لي انا اني اتكلم عنه طيب، بس انه ابو محمد قال انا رايح لمنطقه جديده والناس كل بوها تستفيد مثل ما انا استفيد، فالاسر المنتجه بنخصص عشان اعلاناتكم تستفيدون انتم ورده الفعل تكون ايجابيه. نعم بهاج نعم بيخصص يوميا. نعم كل نعم يوم اعلان يوميا كل له بإعلان إعلانات يوميا. أهالي يبها نحبهم يحبون غير لي يجيني واحد ثروته بالملايين يقول سوي لي إعلان مجانا فأخذه بعصا. الإعلان فقط للأسر المنتجة اللي يدورون العشرة والعشرين ناس يدور. الكلام هذا بعد أوجهه لأخواني يعني المشاهير اللي تعين له أسر منتجة يدورون العشرة والعشرين. هو يبيع منتج بثلاثين ريال تطلب عليه 5000 10000 لو مع 10000 طور مشروعه. حتى لو تجيني تقول يا بهاج عندهم زباين يطلعون خير الله يرزقنا ويرزق منا ادعم الناس الناس للناس الكل بل هذول ناس تتعب والله الطبخ ذا انه عنا صح انه لذة وشغل وناس لكنه عنا ادعم المسلمين والله اني صاد اسر منتجة ضعوف يسوونه في البيت لف ورق العنب ذا تحسبنا سهل علي الحرام انها صعب من ويش انا اطبخ لي دجاجه ذم اشهد بالله انك صاد ذم كوشن بصل وطماطه وكبسها في ربع ساعه ذم قروش ودمع عيونك من غير الغسيل ومن غير ادعم الناس الناس للناس والكل بل انا اعلن دعمي ما دمت حي للاسر المنتجه ان شاء الله يطلع وراي مليون ان شاء الله عندها 70 محل بس هم اللي يشتغلون عليها في بيوتهم انا داعم لهم اشترى اللي ما تضلل الله يقطعها من عروقه. هلا بها يا ابو محمد استلم موضوعهم انت وخلي عايض وسالم والواوي انا رجعت ابد ابشر ابشر الخاص واموري مصلحه ابد 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 الموضوع كامل عندي من ذمتي لا ذمه فلاح والواوي وخالي وسالم وقعقوري ابد ابد ابشر ابشر يا ابو محمد الله يوفقك ان شاء الله والله يرزقك. هذه رساله الان منطقه ابها واهل ابها اللي موجودين في ابها عشان ما نعني احد يجي من بعيد. اللي من أبها خميس مشيط قريب منا بنخصص كل يوم إعلان واحد. أنا أدري لو على بهاج بيعلن العشرة بس ودنا بإعلان واحد كل يوم علشان الكل يستفيد والكل يأخذ حقه. فحنا بنخصص لكم الخاص حق حسابي وحساب محمد الواحد تحس إنه شوي كيف اللي تبي أنت وش تبي كم تبي مثلا اسمع جاك حلا وجاك ورق عنب جيبهم في يوم واحد ما نخلاف خلاص تم ابشر ابشر. وشوف لي موضوع الورعان ذا ابد الموضوع انتهى قفلته موضوع الاطفال قصد خلصته. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحب يا نواف مرحبا ومسهلا الله يحييك الله يبقيك. وتسمعوا لي اتدخل مداخله خبيره. تفضل 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 اول شيء السلام عليكم نواف يا حبيبي قبل تكلم يا عيال أنا ماسك خط والأبراج بتنقطع نراكم في البث علي الحرام إن يجيكم بث على جنبها. تم تم جايش كفو 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 يا أبو محمد أحبكم يلب قلوبكم نواف تكلم أول شيء السلام عليكم كيف حالكم طيبين؟ أرحب أرحب يا نواف الله يحييك مرحبا ومسهلا. بهاجة صراحة أول أو محظوظ أنك أنت أخوه وأنك وراه ودونه في كل موضوع. الله يطول عمرك الله يطول عمرك يحفظك وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في معرض العطور وأتمنى أنها بداية خير ومن نجاح لنجاح بإذن الواحد الأحد. الله يطول عمرك يا نواف شكرا لك والله يبيض وجهك وهو أنت أخونا طال عمرك ما يحتاج أنت أخو الجميع الله يوفقك. يعني ما عدمكم لا ولكن يعني ما في باكج من تحت الطاولة يعني فيكم إعلان ولا شيء أبد أبشر بسعدك
بهاج من الروقان وتقول بهاج الروقان والرومانسية. بهاج كذلك يعني يلا اسمحوني بسرب لكم مجهز هدايا للأطفال المتواجدين في المعرض طوال أيام المعرض. يلا خربت عليكم تولا ولا وش ها؟ لا هدايا يعني بعطي الطفل بتولا، بعطي الطفل هدية مناسبة له يعني. أبد يعطيهم هدية وأنا من عندي أعطي كل واحد منهم بطاطس ليز بارد على هدية حقها. الله الله يسعدك يا أبو نواف، شكرا لك، شكرا فندر، شكرا بهاج ما قصرت عشان الله. عشان ما تعب الربع ويتجهزون للبث ويشحنون جوالاتهم. تنويه بسيط بس يا اخوان، اهلبها هذه رساله خاصه، احنا بنحدد تغريده وبكتبها، تواصلوا معي، تواصلوا مع الواوي، تواصلوا مع خالي، تاكدوا تماما ان احنا راح نختار المنتجات أو الأسر اللي جودتها عالية، كذلك إعلانك يوصل. والله العظيم هدفنا الأساسي إنك أنت تستفيد، ومو بهدفي الأساسي إني أنا أعلن مثلاً 6-7 إعلانات في يوم واحد، ما راح تستفيد أنت. حنا هدفنا الأساسي إن منتجك يوصل للناس، واللهم أرزقنا وارزق منا. فلذلك أهلبها حنا بنجهز لكم تغريدة خاصة لدعم المشاريع، بنحدد لكم اللوكيشن اللي تكون فيه منتجاتكم بإذن الله تعالى، بتكونون معنا طوال أيام المعرض مدة 10 أيام، كل يوم بنختار منتجين إلى 3 منتجات حتى لو نوصل 4 منتجات، بس بشرط أنها تكون متنوعة يعني ما تكون مكررة. اللهم الله يرزقكم جميعا. شكرا فندر، شكرا بهاج، شكرا نواف، شكرا لكم جميعا، حتى نشوفكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. كونوا بخير دائما، في أمان الله.